مرحبا. اليوم بدنا نشوف سبيس تيرني او تايرنت. سبيس تايرنت هي لعبة شوية كارد جيم على شوية استراتيجي. خليني اورجيكم اياها. اعمل بلاي. طبعا اول شيء بدي اعمله هو انه بدي اختار المشن. هلا صرت مخلص 2 ميشنز. والفكرة انه كل ما تخلص ميشن الحمر هدول اللي هن اللي ضدك اللي هن جالاكتيك سنت هلا فعليا كلهم ضدك بيحاولوا انه يسيطروا على مكان من هدول الاماكن. ففعليا بدك تحاول انك انت تلحق تخلص قبل ما يسيطروا على مكان منهم يعني واحد كامل. المهم خلينا نعمل هاي المشن. مطلوب مني اني اعمل كنترول على البلانتس تمام واعمل كونتينيو. وبعدين هون اللي بعمله هو اني بختار الاشياء اللي بدي اشيلها. فمثلا هون عندي تاترد كلوك فليت انرجي تشارجز 5% فاستر وان شيبس ديسترويد اول اذر شيبس جيت بلس 15 ديفنس فور 5 سكندز. هاي منيحه اذا انت عم تستعمل سفن صغار. المهم كله هذا حيبين هلا بس بلش اعمل ستارت وبلش الجيم. الجيم ظريفة بتحس انك عم تلعب بورد جيم اكثر من اي شيء ثاني. المهم نعمل اوكي. هذا هي هي المجرة. اوكي بدي احاول اني اخذ 60% من هي المجرة اللي سيطر عليها. شلون هو انه حرك الفليتس تبعي من ومشيهم على المدن وحاول سيطر. طبعا كل واحدة من هدول بتعطيك شيء. هاي مثلا بتعطيك 10 جولد كل دور، هاي بتعطيك 50 جولد كل دور، هاي بتعطيك 50 جولد كل دور. وبدك بقى تحاول انك تسيطر عليهم تمام. خليني اورجيكم هلا شو ممكن اعمل. مثلا في عندك كمان طبعا هذا بتخليك تعمله انك تحرك الفريز تبعك. اول ما تصل لمحل تاني بتبلش معركه. هذا تبعي ستون هير وهذا العدو. اللي حيصير اول شيء بتختار تاكتيك. تقول مثلا Tranquility destroys all projectiles, power up gain 3 energy, dog fight fighters 50%. انا ما عندي fighters انا ما عندي carriers حستعمل هاي. هاي بتعطيني 3 energy. فحين مثلا اعمل هاي الحركة meteor strike بصير بكبس على هدول. هذا بيعمل volley volley volley. طبعا هون في energy فوق. تستعمل انت الابيليتيز تبعك. هذا فيك تعمل دي. فيك تستعمل الابيليتيز تبعك لحتى تقدر تضرب على العدو. هلا ما في داعي تفجر السفينه هاي. انت فيك بس تفجر السفن الموجودين. طبعا هلا هون خلصنا نعمل انفيد مشان نحتل الكوكب. ترمي زهر لازم تجيب رقم قد او اعلى من الرقم اللي على الشيلد. بعدين بس تخلص بيعطيك مثل انه شيء مثل كرت الحظ يعني. بيقول لك sentient probes scouts in the system have located a damaged probe of unknown origin. Scans show that the device contains an advanced sentient AI system. What will you do with it? Force it to research, toss it back into space. في عندي واحدة locked. عادة بس تعمل هيك أشياء بيعطوك trait معين. هلا بس بقول له force it to research بما إنه أنا شرير. Slaved to your research network, the AI produces a flurry of technical Discovery Destroyer Tech 1. فهلأ هون أخذت تكنولوجي لهذا. Upgrade Building Materials Greatly Increase Survivability. هذا صار عنده 70 هذا الطيارة هاي اللي من هذا النوع. المهم هون شو ممكن أعمل؟ ممكن أعمل Reveal. عندك هدول الكروت فيك تلعبون. مثلا بتقول أنا بدي أعمل هاد تستهلك عندك هون Power. بتعرفوا Hearthstone مثل Hearthstone. عندك هون Power وعندك هون شيء ممكن تستعمله. مثلا Orbital Strike minus 2 defense of siege planet. يعني بضربه هون بيروح منه 2 بصير 1 بس. Plus 3 defense to a control planet. فيني يزيد الدفنس تبع كوكب من الكواكب تبعي اذا حدا عم يحاول يهاجمني. فهلا مثلا خلينا نعمل هاي ونحطه هون. هيعمل ريفيل لهاد ويفتح كل شيء حواليه. المفروض انه كان يفتح هاي بس لانه ما عنده خط هيك بس مو قضية. المهم نروح هلا نعمل Next. هلا هذا اللي هون على اليمين هذا اللي هو التيرني ميتر بيورجيك اذا هذا وصل لتحت بتخسر. اوكي هاد كيف تاخده لما انت تعمل اشياء انك تدمر كوكب او تحتل كوكب او كذا بيطلع لفوق.
بينزل بسبب الكواكب تبعك، كل واحد عنده ريزيستنس وبيورجيك قديش ممكن ينزل مع كل دور. طبعا قديش بينزل اللي هو هذا، عندك انريست 10. مهم مو قضيه. هلا في عنا تايتن جريب، فينا نضرب هاد وناخذ 15 كل دور، نقرب هذا هون ونحاول نحتل هاي. هاي المفروض تعطيني كريستال وصير استعملها. Tranquility destroy all projectiles. Respite make ships invulnerable. One ship. Alright. One ship invulnerable for 10 seconds. طيب خليها شوي بكير لسه. نعمل فولي. هذا فولي وهذا فولي. خلص هون. يجي السترايك هاي حتنفجر. خلص. صار فيني شيل 10 شيبس بالهيت لاين. طيب هلا هذا 6، يعني اذا رميت لازم اجيب 6 لحتى افوز، فممكن اني العب هذا الكلب شيل من وبعدين اعمل انفيت. جبت بس واحد، معناته الدور الجاي راح اضطر اروح دور مشان اقدر احتل هذا الكوكب. اوكي اظن خلصنا هيك. هلا فيني كمان شو اعمل؟ لانه خلص خلصنا الدور فما حيخدمني. اوكي الدور اللي بعده ماينس 10 الريست. هذا الايد وذ سنت. الايد وذ سنت يعني هدول الكواكب اللي هن ما لهم حدا بتحولوا لحمر، الحمر اللي هن الاعداء اللي هو السنت، فبصير ممكن هدول هلا يهاجموني ممكن. اوكي بدنا نعمل لازم ارجع على كوكب في هي. طيب مان انفيجن بس هاي صارت لي هلا. هذا كوكب صار لي. Nothing discovered. ما صار اي ديسكفري. Your empire ما بعرف شو. فيني اعمل ابجريد لشيء. فيني اعمل fast missiles plus 3 shots per volley او gravitic ammo 1% chance to insta kill. Yes please. يعني مو كتير قوية بس سبحان الله. لا هذا الكوكب كتير قوي لانه بيعطيني 50 جولد بالدور. اوكي هذا صار مع السنة. هلا اللي لازم اعمله انه لازم جمع 300 جولد مشان اعمل ليدر جديد غير اللي عندي اياه. اوكي اوفرلود سكيم ماشي. نعمل هاد شيبيارد، نحط هاد وهاد. بيبقى عندي هاي نزلها هيك، لا خليها هذا هون. بيبقى عندي هاي سربلس، نزل هذا هيك، لا خليهم بس يتدمروا هاي. هلا صار عندي هذا الاسطول كبير، المفروض انه اقدر اهجم فيه هون. ما في حدا حيتحداني وراح اعمل انفيد واضرب الزهر وسته. باخذ هاي السيتي، هاي السيتي بتعطيني 50 جولد وهي اكسبلورينج. One pocket of this world's digital network appears to be protected by a tremendously complex barrier maze. The fact that network activity is occurring without watchful oversight of your secret police is an offense to the empire. طيب انا عندي هاكر 1، I'll bypass the maze. وصار عندي كارير تك 1. اوكي هذا الكارير صار، صرت بقدر ابني كاريرز اكبر. طيب فيني ارفع التيرني اذا محتاج، ممكن ليش لا نحرق ال1 ونعمل سيكريت بليس هون عشان نحمي هذا الكوكب. اوكي ناخذ هذا، خلص الكريستلز اللي عندي خلصين. نيو بروجكت هاكينج، فيني هون اعمل اوبريس بصير الذهب اللي بيجيني اكثر. ساكرفايس ماينس 1 ار بي انكم فور ان ايميديت 5 ار بي. اوكي يعني ريسيرش بوينتس بحرق بصير هذا بلس 4 يعني، وبصير عندي 5 زياده. لا ما بدي خليهم. ننزل تحته لنروح هون. تعال نروح هون.
I pity the fool that fights me. Dogfight. Fighters 50% stronger for 10 seconds. Armageddon. Destroy all but a handful of ships on each side. Inspire two random ships. Yes, please. لا بس طيب نعمل احنا لازمنا الانرجي ايوه هاي المفروض اني اتحمل الضرب نعمل انسباير هلا هيك بصير لما تعمل اي شيء بصير اقوى هاي مثلا هون بصير اقوى طيب استنى نعمل انفيد ونرمي الزهر ناخذ هاي حلو ميليشيا ريليست هلا في عندي طريقتين يا اما انه يكون عندي 1400 جولد يا اما اخذ 60% المهم بيتي كينج ان اكستريملي انفلوينشال نوبل اوف ذس وورلد هاز ريفيوز تو سبميت تو امبيريال رول يور ايجنت فير طب في واحد ما بده يعني انجينير ذير ديمايز انتريك اوكي اخذنا ال 6 تيرني حلوين ال 6 تيرني طيب صار عندي هذا الاخ هذا الأخ صار فيني استعمله لحتى هاجم حدا تاني هلأ نعطيه هاي السفينة عديناه ومشكلته لسعته ليفل 1 ممكن نستفيد منه حررناه من السجن اللي كان هون طيب inspire two random ships yes بصير بياخد ضربة أول هذا بيعمل شيلد الكاركتر هذا بيعمل شيلد يلا 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 هذا خالص هذا خالص نعمل له لهذا شيلد هذا حيموت اذا ما عملنا له شيلد نعمل له شيلد ممتاز فولي هذا الشيلد حيروح بعدين بلش بقى شو المفروض اعمل له هاد هيل وبدك بقى شو ممكن تسرع الجيم اذا انت حابب هلا الفكره انه عم حاول اني اعمل اللي هن السفن الكبار بيتحملوا ضرب اكثر طبعا كل واحد له حر يعني حر بالطريقه اللي بيلعب فيها نعمل انفيد نضرب هاد واحد انه ارجع اضرب مره ثانيه طيب نعمل هون السيكريت بوليس ونعمل ريسيرش ونقوي الكاريرز الكاريرز بيضربوا فايترز نيكست وهكذا بدك تحاول انك تعمل بالانس بين هاي الاشياء كلياتها قديش بيجيك مصاري قديش فيك تضرب مثلا هلا لو شوف شو نعمل بعدين Titan Grip, yes. Plus 15 credits for a few turns. نعمل invade. نعمل yes. لأنه حيستهلك كل الضربات تبع الفيلم. بس على الأقل صار انتهي. هلا المفروض هذا بيعطيني فور. مدري شو. طيب خلينا هون. بيعطيني فور science. Okay. In a distant cell block, you find a renowned bounty hunter locked away. He begs for his freedom, will you grant him? Employ him as a hitman. اشتغل معي. Deep Space Probe. Okay, هذا أعطاني الـ Deep Space Probe اللي فيني استعمله لحتى اكشف خريطة. طيب خلينا نكشف هاي. شوف شو بيكشفنا معه. حلو. هلا صار عندي ديث راي هلا بفرجيكم شو بيعمل بس مثلا هدول هلا بدي هاجم هاي هذا الكوكب انا اذا حابب يعني بدي هاجم هذا الكوكب شو بعمل بقدر اكبس هاي واضرب على هاد بكسر سفينه راندوم منه هلا بصير وقت بدي هاجم حيصير الوضع اسهل Laser strike minus 100 HP on in ships in horizontal line. Okay. هلا هون مثلا حاضرب هذول. هذول الاثنين حياكلوا ضرب. ميت
كتير سترايك لنشوف وين حيكون. هذول دغري ماتوا لانهم راحوا الشيلدز تبعهم. هذا اكل ضربه قويه على راسه. ناخذ هذا. هلا هذول بيعملوا هيل بس مو دغري دغري، بدك تنتظر عليهم شوي. هلا اذا كان في اكثر من اسطول بالمجموعه خلص. اذا كان في اكثر من اسطول بالمجموعه حتقاتل اول اسطول بعدين ثاني اسطول بدون ما تعمل اي هيل ولا شيء. فبدك تحسب حسابك. Abandoned by their creator group of excavation mecha lay rusting at an ancient mining site. Reactivating them seems a simple matter but it's impossible to know the precise goals. اوكي نعمل لهم activate. Yeah, activate. نشوف شو حيطلع لنا حظي. Disaster. The mecha power shake the ground. All Imperial personnel flee. انفجر الكوكب. لا. طيب. ماشي. Activate after winning 4 flawless victories. طيب. الكواكب تبعهم. Project sanctions. Azar. طيب. Recall. Teleport fleet back to your homeworld. فيني رجع لهذا المكان من أول جديد. ليه ممكن أعمله يعني بس مو هلا. نعمل شيبيار. لا. شيبيار. حط هاد. طيب. ودي لهون. ونحاول نسيطر على هاي بعدين ننزل أكمل. عشان بالاخير هي المطلوب مني انه سيطر على اكثر عدد من الكواكب 60% منهم. اوكي هيل شيب دوك فايت. هاي شو هاي؟ خلينا نجرب هاي. اذا في فايترز حتطلع من هون. اضرب اضرب سيل ريتش برضه يعمل هيل لهذا. اوكي نعمل انفيد. هذا صار له هجوم ممتاز. نعمل انفيد ونضرب هذا الزهر. واحد منحوس هذا الزلمه منحوس. اوكي ريكول. لا بولي ولا البولي. والله ممكن. ايه يلا اظبي الحال. ريكوايرز فريندلي لاب. ما عندي لاب. هذا لاب. Not decaying. Okay, whatever. ما حيمشي الحال لازم نعمل لاب. طيب هلا هاد وين منوديه؟ هلا ممكن انا هون اعمل هاير واخذ الاخ هاد ثالث واحد. رح احط كروزر ولا واحد. ما له قضية ابدا. اظن بكفوا انه اضرب فيهم صح؟ ما بعرف. نحاول ندمر هاي. هيل وان شيب. ايه هاي عشان هذا اذا احتاج الهيل نعمل له هيل. ركز على الكبار. كبار غالي فبتحاول تحميهم بس هذا خاص. اوكي هذا فولي. فولي هاي خالصه. لا لسه. لا ما فيك تتحكم على انه واحد يضرب اي شغله. خلاص. Alright. هاي صار تبعي. Exploring. Kill them and take their stuff. طبعا. You found nothing of value. أحسن. طيب. هاد المفروض انه حينفجر بعد دورين فما حاستفيد كثير اذا رحت اخذته. شيب يارد للدور الجاي بقى. طيب فلاج شيب اد وان باتل شيب تو ذا فليت. نعطي له هذا وان باتل شيب. يس ممتاز. والباقي بتعمل له ريسايكل. اورايت.
طيب انت تعال هون. Inspire two random ships, fighters من دري شو هيل adjacent ships to Roman. Yes, هلا بصير بقدر اعمل هيل لتنتين. Meteor strike. هذول الاثنين بدنا نضربوا على هذول. خلصين. طيب نعمل invade. Meteor strike, smash two enemy ships with asteroids. صار فيني حط 15 سفينة بالهي تبعي. Alright, ممتاز. هذا الشيء الصح. Okay, planet capture صار لي. Nothing discovered. أحسن. Okay, هلا لحد هلا صرت عامل نص الكمية البلانتس اللي لازم أخذها. نقوي هاي، هاي عم استعملها كتير. ما قريت شو هي بس مو مشكلة. نعمل next. I do Senate. Alright. Weapon test plus two research. Yes, why not? أظن هون بقدر استعمل هاي ونعمل هاي وناخذ ريسيرش ثاني له علاقة بالكاريوس. هلا هون حتكون شوي صعبة معك. المفروض انه يمشي حالي. Stun a ship for 5, summon 10 frigates per 3 energy if there is a room. لا ما في room. Fighters 50% stronger. ولا واحدة منهم من هاي بس. Okay, هذا بريتش. هذا مات. المفروض بعد دورين يرجع. كان لازم نهجم على هاي. هات نضرب هذا على ندمر شوية سفن حتى نقدر نشتغل. اوريك. هات بدنا ناخذه لوين؟ ناخذه لفوق. هات أول شيء. انفيد. يس. بليز بلا حلو. Hey, exploring. Okay, this system is hosting the yearly Orion space. Blah blah blah. Commandeer their fuel. أخذ لهم ال في مثل سباقات وهيك. Okay, ما عجبهم كلام جماعتي هربوا. سببوا ب إنه بهدلنا. طيب. نهجم هون ونأخذ الفلوس ولا نهجم هون ونأخذ الاكسترا داي لما نعمل انفيد؟ ليش لا؟ لما تعمل انفيد يصير معك زهر زيادة. اوكي سمن 10 فريجتس بير 3 انرجي لونش 3 فايترز بير انرجي. يس هاي هلا هذا اللي حيصير انه هذول حيجوا ورا حصف الصغار اللي قدام. انفيد. ست. حلو. هذا صار عندي بارك، صار عندي زهر زياده بالقتال. To integrate ingratiate themselves the leaders of the Suez Museum called an Andromeda courtesan. Renowned for their abilities as companions and lovers, it makes for a very tempting offer. Yeah, sure. I'll have it. Concubine. Seduce Senator. Add a card. Minus 3 unrest. Hello. I think we're going to move on to the next one.
Sanctions, minus 8 gold per turn. Allied with the Senate, deploying militia. Okay, secret police. ما في داعي لهذا الشيء. Unrest. استعملها. صار الأرست بس 7. Alright. أخذ هذا هون. ندمر هدول بسرعة. بوريكم كيف الزهرين هتفرق. All small ships do double damage. Inspire two random ships. Yes, let's do this. ضرب علي مثل اسيد، عنده هذا الابيليتي تبعه اسيد. هلا كلهم هذول الكباتن في يعني فيك تاخذهم لإلك. انفيد. اوكي هون صار عندي زهرين. هيك بضرب بيطلع لي بس تحس نحسناه. اوكي وهاد نعمل له شيب يارد. بدي احط كاريرز. اوكي جيبه لهون. هذا بريزم يعني حيطلع لي كمان واحد اقدر العب فيه. All small ships do double damage. Heal one ship for 4%. Boarding party. أي صفر هلا هيك بدو يجمع له. خالص. نعمل invade. زهرين ممكن يصير عندك 3 زهور يمكن 4 على حسب قديش معك. اوكي this planet has a species. قديش معك باركس. This planet has a species of gigantic proto-sentients native to it. How will you manage them? Have them toil the fields, become their god. Yes, of course. God king. Renewed assault. هذا بيخليني اعمل اتاك على البلانيت مرتين. Which is good. ماشي. هاد الشيب يارد. خلينا نجيب هي هيك وهي هيك. نستعمل هاد. Actually قبل نعمل فاير. اسف. هون. نحتل هذا الكوكب. Summon stamp. All small ships do double damage. Ship fire radius reduced by 50%. خلينا نضعفه لهذا. Healing status. Stasis. نعمل هذا. Boarding party. نعمل heal. هذا خالص. Alright. نعمل انفيد. مستحيل اخسر لانه ما في شيء. Alright هذا صار لي. Cybernetic station. Spend time exploring the station. استعمل تيرني. نشوف شو بيطلع لنا. Discovery. اوكي هاكر. صار عندي هاكر اللي هو 2. Carrier Tech 4. Space Marines have a 50% chance of additional use. طيب. هلا فيني ضيع حركتين لاطلع هون وانزل او فيني اطلع هيك. هذا الكوكب صراحة مو مستاهل فراح اخذ هاد. هذا فيني حركه اظن صح؟ لا ما في. وهذا شو وضعه؟ هذا اللي عندنا فيه هلا. نعمل نيكست نشوف شو حيطلع معنا. حلو هذا الفجار هون عم يعملوا ما بعرف شو اللي هو وات ايفر. هذا بعد دور حيرجع. هلا ممكن رجع انا واحد من هدول الاساطيل لورا وقاتل فيه. حلو ليش يا راج. هاد نعمل له ابجريد. ناخذ هذا هيك ونجيب هذا هيك. نجيب هذا الاخ لتحت.
بدي اخذ هذول الكوكبين هيك خلص تنحت انا تنحت هاجم reinforcement summon 10 frigates yes for 3 energy فيني اعمل خليني استعمل هذا الكارت اول وخليني استعمل not yet الدور اللي بعد طيب actually okay. هاد هدول ريكول رجع لي على البيس جيب لي All small ships do double damage. بما انه هو ما عنده غير big ships فما راح يستفيد كثير من هذا الشيء. طبعا هو كل ماله بيقوى. حنعمل انفيد حنزت هدول ستين حنصير عندي زهر تاني ممتاز اكسبلورينج ما في شيء حلو هاد هلا راح اجيبه هيك ونزل فيه لتحت ضل هذا ما تحرك حنعمل عليه انفيد حنقول يس زدته صار عندي ثلاث زهور send the expedition إذا بصرف 100 yes why not the fleet 4 destroyers ممتاز تعالوا انتوا لورا لا انت تعال هيك انت لورا انت هون انت هون انت لورا انت هون نعبي هذا اخر شيء هون وهذا الفليت اللي حنهاجم فيه نلعن ابو شكله هذا حيطلع هيك لفوق بعدين حنرجع ننزلها طيب هون حنعمل انفيد حنزت هدول صحيح هذا بس يكفي صارت هي المدينة إلي nothing discovered خلينا نقوي هدول هدول عم استعملوا كتير secret police plus 3 defense نحطه على اللاب هون بس مشان احرق يعني ما له قبلان طب هون منيح يلا أظن إذا أخذت كوكب كمان خلاص مخلص أظن يا كوكب أو اثنين ليك هوني أول أساطيل تبعهم طيب ناخ أوبرس نو نو بلاك أوبس gain 3 cards for minus 2 defense يا شور تايتن هذا اللي بعدين نهجم بهذا هون نحاول نقتل هدول Selling 10 frigates, heal 1 ship, fighters do 50%, كله على الفاضي. It's whatever. اضرب على اثنين. وهذا هيك خالص. نعمل انفيد. كثير صعب انه ما اقدر افوز. اخذناها، لسه كمان واحد. Alright, your advisors that this planet improve the city world. لوت باور ادد هذا اللوت بيخليني اخذ 200 كريدت بس مكسر الكوكب ماشي داعي في هذا الاخ هذا الاخ مشكله ممتاز والله انتصف انتصف طلع نفسه يطلع هون هاد ننزله لتحت هذا نحاول نهاجم فيه هدول ما بعرف اذا فينا بفوز بس حجرب
heal one ship for 50%. Boarding card. Hey, colleagues. I am done with the door. I'm not here. هيك خالص ممتاز. هلا حنقدم المجموعة الثانية اللي هي أكبر منا أصلا. في عنا روم حنستعمل هذا الشيء. يس بوردينج بارتي على هاي. أنا جاهز. أنا بالي بالي خلي عفي هاي. بس روحنا له الفليكس تبعه. تخيل هذا الشيء. سحقا. طيب نعمل هاي ابجريد. نشوف هذا الاخ شو وضعه. هلا الاخ ما بدنا نعمل فيه شيء، خلينا نعمل نكست. خلص هو كوكب واحد، اذا اخذته بتخلص. هذا صار مع الحمار. ديبلوي ميليشيا. هاجمني واخذ الكوكب. نعمل هيك. نعمل ننزل له القوة تبعه 10%. نضربه بالدفع. حتى انا خلص اللي يكسحه. هلا اذا اخذت هاي لانه اخذ لي كوكب صح. انسباير تو ران شيبس. يس. خليه يطير. سيفير. لان هذا الدمر مش حلو. طيب نعمل انفيل. اوكي هذا الكبر هلا صار فيني اخذ الناس اللي بتعرفين. اعمل تك. وات ايفر هذا المكان. ايون ستورم. ان ايون ستورم سويبس ثرو ذا سيستم. ما في غير هاي. سكر ال هاي. زست ماينس 20 فور مدري شو. شيب يارد. يا شور ناخذ هاد وهاد. هذا هون هذا هون وهذا هون. نعمل اكسبت. نشوف اللي بعده. هاد شيبيارد. حط كارير وكارير واحدة من الصغار. ان شاء الله يكفينا. المفروض يكفي. Fighters 50% stronger for 10 seconds. Yes, yes. نعمل هون 7. لا لانه عندي كرت شو هعمل؟ راح اعمل هذا الكرت وحالعبه على هذا الكوكب. راح ارجع هاجمه مره ثانيه. جالكسي اوبريست سنت ديستروي. صار المجره كلها تحت ايدي. واجاني هدول الاشياء. انتي ماتر ماين هذا كارت جديد فيني العبه. و بلس 1 سيج وين انفيدنج بريزنس. اوكي انت كومبتنت ما بعرف شو بلا بلا بلا. بيعطيك السكور تبعك وبتطلع هون بيقول لك انه خلصت انا ميشن. لاني خلصت هاي الميشن دمرت هدول. هلا لازم اخذ ميشن بهي الجهه. اوكي تشوز ا بيرك. اوفرلورد ستارتس وذ 1 اكس بي بلس 10% شيب دامج. يس اوكي وهكذا. هلا طبعا لازم اعمل ميشن هون لانه اذا هاجم هي خلص انا برا. ف لازم اعمل هي او واحده من هذول اصحابي.
اوكي. المهم هي سبيس تايرنت. لا تنسوا تعملوا لايك، ترى كثير منيحه ممتازه انا حبيتها، بس اللي بيحبوا شغلات البورد جيمز هيك لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب وشير. بشوفكم بعدين، سلام.